السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم. قاسم كما عادته يواصل الثورة، يواصل هذه الرحلة الجميلة. المهم في الصمود، الدوام ينقب الرخام. الشباب الكل الثوري لازم يفهم الشيء هذايا، الدوام ينقب الرخام. النفس الطويل مع الناس هذم، لازم النفس الطويل، ما تستعجلوش ما تستعجلوش، هما مستعجلين. وقتاش الشعب التونسي يقبل بهم؟ ولكنه لن يقبل. الوزير الأول هذا لازم يفهم بلي الشعب التونسي ما قبلش به. ما ثماش واحد من معارفه يكلمه يقولوا له راك زائد، ما هوش فاهم باللي الشعب التونسي تجاوز الناس هذه، وما هوش قادر باش يخدم مع الناس هذه. الوزير الأول لازم يفهم باللي الحالة النفسية متاع الشعب التونسي ما هيش حالة متاع باش واحد يقف معاه. لازم يفهم بل الحالة النفسية متاع الشعب التونسي في حالة البحث على حل، بعيدا جدا على المهزلة هذايا، على الحكومة المهزلة. كل يوم أنت تزيد يعني في المدة متاعك، كل يوم درجة الحرارة ودرجة الانتقام تزيد عند الشعب التونسي. يعني من الأسهل واحد يفهم كالكان كي كومبرون يقول يزي، قدم استقالة الحكومة باش البلاد تتنفس. تونس لازمها ناس جدد، تونس لازمها شيء جديد. لازمك تفهم النفسية متاع الشعب التونسي، يقلق ويمرض ويتعب ويحرن وقت اللي ما يشوفش نفسه ايدونتيفيه في الحاكم متاعه. انت ماكش كا دانسبيراسيون، الشعب التونسي الشباب هذا يلسي دونتيفي با في شخصك، لأنك بكل بساطة ما تقنعش، ما تقنع حتى حد، حتى أمك ما تقنعهاش أنت. وأكثر من ذلك جاءت بيك عصابة الإرهاب، جاءوا بيك عصابة الفسدة، جاءوا بيك ناس ما عندها حتى علاقة بالشعب التونسي، وعلى رأسهم الزبالة جدك متاع قرطاج. أكبر مهزلة اليوم في القرن هو أن زبالة قرطاج يحكم في تونس. هذا اللي لازمك تمشي تقوله له، وقول له زيدو بلي قاسم باش يحاكمك، والله لو كان يبدأ في القبر. وكل المافيا اللي جابته واللي دعمته واللي خدموا به الكل، هذا يلزمك تشدها في مخك بل المعركة لن تنتهي إلا بانتصار الشعب التونسي. أعمل معاك مليون تلفزة، مليون قناة، التونسي ما يرضاش بيكم. من منظر البنغردان والتمرد على دولة بونجيبة ودولة العصابات أمر واقع اليوم. جمنا الدعم الكامل من قاسم. القروان في الهنشير هذا بتاع 110,000 هكتار تفكوه، هذا كان تعكم أنتم، الدولة ما تملك حد شيء. ويجيكم وزير أملاك الدولة تطردوه
طردوه ما تعترفوش بيه. صفاقس الهنشير متاع الشعال متاعكم انتم، وانتم اللي تتصرفوا. والدولة هذه لا 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 وجود لها بالنسبة لنا احنا، اتنحاها من راسك سكلير. دولة تنظم في الفساد وتصنع في الارهاب انتهى امرها. ها في الراس قبل كل شيء. عطاو نجيو للمواجهة. وزير الداخلية اللي حط الشباب الثوري في الحبوسات ويدعم في الفساد ومخلي الفساد في الوزارات ومخلي الفساد في القبضات وفي الديوانة وفي البوليس. وعلى شكون يجي للضعيف اللي ما عنده شكون يدافع عليه؟ يجي للمواطن الضعيف اللي يلوج على رزقه. وزير الداخلية يعرف باللي المهربين كلهم رؤوس كبار في الديوانة في الوزارات. ولشكون يجي الواحد يبيع في باقو دخان باش يستقاط به؟ هذا الكل تفهموا باللي وزير الداخلية والحكومة هذه هي الداعمة للإرهاب وهي الداعمة للفساد وهي اللي تدور في الفساد. وباش يوري نفسه اللي هو يخدم ينزل على صغار التجار. أنا نسميه تاجر هذاك، ما نسميهش مهرب، لأن شراه بالفلوس متاعه، شراه بالفلوس ما سرقوش. ولكن المهرب هو الدولة، هذه دولة المهربين ودولة المخربين، ما هيش دولة مسؤولة، ما هيش دولة تصنع الأمل، بل دولة تصنع الإحباط وتصنع التفرقة وتصنع الإرهاب. هذا كل الشباب لازم يفهموا بل المعركة متاعنا هذه متواصلة وما زال باش تتواصل. نحب نقول لكم بل حكومة قاسم حاضرة لإدارة البلاد بالعدل والإحسان. ونحب نتحدى اليوم رئيس الدولة والوزير الأول ووزير الداخلية ووزير القضاء والقدر بأن قاسم حاضر والحكومة حاضرة من داخل حتى الإدارة التونسية، قادرين باش نعطوا ونهدوا هذه السلطة للشعب التونسي في القرى والأرياف متاعها، وقادرين باش نخلوا البلاد هذية تخلق المعجزة كما خلقنا معجزة بالثورة هذه وغيرنا مجرى تاريخ العالم. التوانسة قادرين باش نصنعوا معجزة أخرى، وقادرين باش نحيدوا الجيف السياسية هذه الكل، ولكن بالعقل الثوري بالفكر المبدئي وكذلك بالصمود. الشعوب العظيمة لازمها تضحي بالغالي والنفيس من أجل التحرر متاعها والانعتاق متاعها. إذن الناس كلها تكون مستعدة، إما يستقيل هذا وإلا الاستعداد لافتكاك الإذاعة والتلفزة، افتكاك كل وسائل الإعلام وافتكاك الإنترنت. ويلي يعلم وزير الداخلية والذي نفس قاسم بيده، إن أردت حسم الأمر بالسلاح أو بالرصاص فإني لن أتأخر للنزول لساحة الوغى. السلام عليكم.